اليوم هناك من يقول أستاذ أحمد بأنه كانت في محاولات لتوريط تركيا بهذه الحرب. سنأتي إلى هذا المعنى، كيف تحولت تركيا من مشروع طرف محارب اليوم حتى ربما ضد روسيا كما اقترح البعض إلى صانع سلام، وهذا أمر مهم. بس رجع لنا الدكتور محمود الأفندي حتى يعني نعطيه الوقت أيضا فيما سبق. دكتور محمود، إذن وضح وجهة نظرك سريعا بالنسبة للبداية التي بدأناها، تفضل. بس أذكر أخوة المشاهدين ممكن الفلسطينية ضد الأوكرانية مني مش تيار وكنت معين أصلا من كييف، فيمكن من هذا الموضوع مش عليك تحكت عليه مجرد التحكي. يعني ابتسامي ليس خمسي، أنا آسف جدا إذا أخذتوه على محمل جد يعني. ورفضي؟ إيه، بس بالنهاية بوتين يعني بسياساته ضد الأوكرانيين ضد السوريين يشبه شارون ضد الفلسطينيين، يعني في أوجه شبه بعملية القتل والتهجير والتدمير، يعني هذا المعنى أيضا حاضر. بدي أعقب على كلمة الأستاذ أحمد استوديو بقول لك أوكرانيا دولة مسالمة وليس دولة. أول شيء 1990 لما وقعت رؤساء استقلالية أوكرانيا، وقتها كانت مفروض على أوكرانيا تبقى دولة حيادية. اللي حصل في 2014 ان رفضت الحياديه وبدات حلول اوروبا على طريق انقلاب غير شرعي. بعد مده اعلنت اوكرانيا نيتها عن ان تبقى دوله نوويه وتخرج من ما يسمى العقد النووي بين روسيا واوكرانيا. واوكرانيا لديها بسهوله ان تنتج سلاح نووي، فلديها صواريخ باليستيه موجوده بمعمل يوجماش، يعني في بامكانها بسهوله ان تصنع صاروخ 2000 كيلو، وبامكانها بسهوله ان تركب راس نووي بظرف شهرين فقط، شهرين عشان يكون عندكم شيء. لذلك روسيا تدخلت في اوكرانيا. واذا بدك كمان مشان دليل على ذلك فنرجع لكتاب الرئيس زيلينسكي في مؤتمر ميونخ قبل يومين من الحرب، لما قال فعليا قال اريد ان اصبح دوله نوويه واخرج من اتفاقيه بودابست. ماشي، هذا كلام ادى روسيا لي بداية العملية العسكرية، لأن كان يعقل مثلا معلومات استخباراتية روسية تشير أن هناك بداية صناعة قنبلة نووية أو رأس نووي يركب على صاروخ كان هون خارج الناتو وداخل الناتو يمكن أن تهدد أمن روسيا، فشيء طبيعي. فروسيا نقضت كل اتفاقية الاستقلال، يعني على سبيل المثال إذا أي دولة عقدت استقلالها بتقول لك لازم تكون محايدة أو شيء، فلما بتصير عدوة الدولة التالية تنقض الاتفاقية، فيحقنا تدخل عسكريا وخصوصا إذا كانت دولة عظمى. يعني تصور، مجرد تصور، إذا قامت المكسيك بما فعلت أوكرانيا كان دمرتها الولايات المتحدة الأمريكية على ضربة بها، ولا تهتم للسكان ولا للمواطن. هذا شيء طبيعي، فهي عملية جيوسياسية، هذا شيء خطير جدا أن تملك دولة سلطتها النازية بأقل أوكرانيا. تمام دكتور محمود، وصلت دكتور محمود. على سبيل المثال أعطيك يا نقطة بس على 30 ثانية بس اسمعني. تفضل في سمعت الأغاني البحرية اللي عم تدل على بعض التصرف، من رعونة الفصائل الموجودة بالجيش الأوكراني أن زرعت البحر الأسود الغار. لما إجا عاصفة على البحر الأسود بعدم معرفة كيف ربط الغار، انتقلت هذه الغار الآن 67 لغة الآن انطلقوا إلى البحر الأسود والبحر المتوسط. البارح شافوا واحد على الشاطئ وقف الملاحة عن شاطئ عقب اسطنبول، كان بعيد عن اسطنبول 1 كيلو، لو انفجر هذا كان أدى إلى. طيب أوديك إنه القرد من جد يقوم بليه شيء خطير جدا. تمام 67 لغة. خليك يا دكتور، خليك ماشي الحال. اسمع.